بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الناس وهم أهل العلم وأهل الجهاد وأهل التجارة وأصناف البيوع المباحة، لا بد لهم ممن يطحن ويعجن ويخبز، كما كان أهل الإسلام بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز، وإنما كانوا كالأعايب في بواديهم، ولا من يبيع خبزا ولا دقيقا، وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه بأيديهم ويخبزونه في بيوتهم، ولا يجدون من يتولى ذلك بأجرة، حتى إن المنخل لم يعرف بينهم حتى إن المنخل كيف حصل عليك حتى إن المنخل حتى إن المنخل لم يعرف بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى النقي، وكانوا يجدون لذلك مشقة مع شغلهم بالغزو والعلم والعبادة. فلهذا لما غلى السعر قال له رجل: يا رسول الله يا رسول الله سعر لنا. قال: بل أدعو الله لكم. فلما كثر ذلك منهم قال: إن الله هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة. فلم يكونوا يحتاجون إذ ذاك إلى التسعير، وكان من قدم بالحب مؤمنا أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا باعه وتيسر به الناس، فكانوا يفرحون بالجالبين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مقصود المؤلف رحمه الله أن هذه الأمور من فروض الكفايات، الطحن والخبز والعجب من فروض الكفايات، وأن يجب الإحسان فيها. والإحسان كما سبق هو الإحسان في الدين، ويكون الإحسان في الأعمال. ما الإحسان في الأعمال؟ الإحسان في فروض الكفايات. فروض الكفايات لا بد للناس من يطحن لهم، من طحان، ولا بد من يعجل لهم خباز. هذه الأمور يحتاج إليها أهل العلم، يحتاج إليها أهل الجهاد، يحتاج إليها أهل التجارة، كلهم يحتاجون إلى من يطحن ويخبز ويعجل. ولهذا كان الناس على عهد النبي ليس لهم من يطحن ويخبز، وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه، حتى المنخل ما هو معروف. ولهذا قال عائشة: النبي ما رأى منخلا في حياته قط، ما رأى منخل. المنخل هو الذي ينخل به الدقيق، يغربل به الدقيق حتى يسقط ما فيه من أذى، يعني شيء مخرق خروقا ضعيفة يجعل فيها الدقيق، ثم يسقط ما لم يكن من الدقيق، يبقى الدقيق صار. فالنبي ما رأى منخلا ولا رأى النقي في حياة عليه الصلاة والسلام، ولهذا يجدون مشقة مع شغله بالغزو. ولما غلى السعر قالوا: السعر لنا. فقالوا: ندعو لكم. فلما كفر قال: إن الله هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط. هذه من أسماء الله، لأن الله أطلقها النبي على نفسه: الخافض الرافع. هذه من الأسماء المتقابلة، ما يطلق أحدهم بدون الآخر. المعطي المال، الخافض الرافع، مزدوجة. المسعر، القابض الباسط، القابض الباسط مزدوجة. ما يقال القابض وحده ولا القابض الباسط، الخافض الرافع. والمسعر هذا واحد، المسعر من أسماء الله، الخافض الرافع من أسماء مزدوجة، القابض الباسط. فلم يكن أحد إلى التسعير. وكان من قدم بالحب يسترونه منه، سواء كان مسلم أو غير مسلم. ولهذا الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وقال: لا احتكر ولا خاطئ. نعم. وأما ما جاء في قفيز الطحان من النهي فهذا لا أصل له، لأنه لم يكن يومئذ بالمدينة طحان ولا خباز، لعدم حاجتهم إلى ذلك. كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كفارا، فاستعملوهم فيها حتى أغناهم الله عنهم. نعم. القفيز هو مكيال معروف، كان معروف،
وأصل قفيز مكيال يسع 12 صاعا، والصاع 5 أرطال. ومع قفيز قول المؤلف ما جاء من نهج قفيز الطحان جاء، ذكر ابن عسير كما نقل المحقق في النهاية أن هنا عن قفيز الطحان، أن هنا عن قفيز الطحان وهو أن يستعجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، أن يستعجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. والحديث هذا الحديث لا يصح، ولهذا جزم المؤلف بأنه لا يصح، قالوا ما جاء في قفيز الطحان من النايف هذا لا أصل له، لأنه لم يكن يومئذ بالمدينة طحان ولا خباز بعدم الحديث إلى ذلك. كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان فلاحون كفار مثل ما فتح لما فتح خيبر. نعم. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري رحمه الله أن الكفار لا يقرون في دار الإسلام بالجزية إلا إذا كان أهل القبلة يحتاجون إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم، كما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأجلى عمر رضي الله عنه أهل خيبر، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضع بسطه. والغرض هنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه من طحن بر وإصلاح خبز وتسوية طعام وإحكام بناء ونسج ثوب وغير ذلك مما هو فرض كفاية، فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض، فقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم قضاء. هذا هو الغرض من كلام المؤلف رحمه الله بكلام عن القفاز والخباز والطحان ومن يعمل في الأرض. يقول الغرض إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة ولا يظلم، فالمسلم من باب أولى إذا قام بما يجب عليه من طحن وإصلاح خبز وتسوية طعام، حقه أن من احتاج إلى أخيه أن يحسن الإحسان إليه يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض، من باب أولى. إذا كان الكافر يعطى حقه ولا يظلم فالمسلم من باب أولى يجب الإحسان إليه، ولهذا قال خيركم أحسنكم قضاء. نعم. وهؤلاء الذين يبيعون سائر أصناف الحلال فعليهم فيما يبيعون فيه ويشترون الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومن أحب أن يبيعون لابد من الزكاة يبيعون ويشترون، إذا كان عندهم أموال زكوية يجب أن يخرج الزكاة بشرطين، الشرط الأول يبلغ النصاب والشرط الثاني يحول عليه الحول، والنصاب 5 أوسق في الحبوب والثمار، يقول لو ليس في 5 أوسق من صدقة أو 60 صاعا، يعني 3 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النصاب. نعم. ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع، فإن طلب الحلال والنفقة على العيال فإن طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر. وقد روينا عن الصديقة عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحل ما أكل العبد من كسب يده وإن ولده من كسبه. نعم. هذا من أحب أن يلحق بدرجة الأبرار فلينوي في كل يوم، ينوي نية حسنة، ينوي نفع الخلق فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات. هذا هو الذي يريد أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار، ينوي في قلبه نفع الخلق بما يستطيع، ويطيع الله في أخذ الحلال وترك الحرام، ويتورع عن الشبهات. نعم. وللبخاري رحمه الله خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج
فيختم القرآن قبل أن يفرغ من شأنها، وكان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. نعم، خفف على داود القرآن، مراد القرآن قراءة، يعني قراءة الزبور، قراءة الزبور الذي أنزله الله عليه. خفف على داود القرآن، القرآن يعني قراءة، قراءة القرآن يعني المقروء، المقروء، والمقروء هو هنا الزبور الذي أنزله الله على داود. خفف عليه، كان أمر بدوابه فتسكت، فيختم القرآن قراءة الزبور قبل أن يفرغ من شأنها، وكان يأكل من عمل يده. هذا أيضا الشأن. نعم. وقال ابن المبارك رحمه الله لأصحابه وهو في الغزو: هل تعلمون عملا أفضل من هذا؟ قالوا: لا نعلمه. قال: بلى، أنا أعلمه. رجل متعفف محترف أبو عيال قام من الليل فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم وتار إلى صلاته. الله أكبر. هذا يقول المبارك في الغزو: هل تعملون عمل أفضل من الغزو؟ قالوا: لا. قال: أنا أعلم، عالما أفضل من الغزو. رجل متعفف ذو عيال قام من الليل فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم وتار إلى صلاته. ذكر الحاشية يقول: لم أجد هذا، وإنما قريبا منه، لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. نعم. ومن اجتنب البيوع الفاسدة ونزه لسانه عن الحلف في البيع. روى البخاري مرفوعا، روى البخاري رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق أو ينفق، يعني يروج السلعة، الحلف روج السلعة ثم يمحق. نعم. اجتنبوا الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد فقد وفق لأمر عظيم. وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه القناعة، القناعة وحسن الظن بالله والثقة فيما ضمن من الرزق وخوف الحساب ومراقبة الجليل، فإنه قال جل وعلا وقوله الحق: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. هو الواجب على المسلم في بيع وشراء أن يجتنب الحلف في البيع، لأن يعني الحلف ينفق السلعة ويروجها ثم يمحق البركة، ويجتنب الخداع وخلف الوعد، ويستعين بدينها، يستعين بالقناعة وحسن الظن بالله والثقة به بما ضمن من الرزق وخوف الحساب ومراقبة الجليل. هذه أمور عظيمة، اجتنب الخداع والحلف وخوف الوعد وأحسن ظنه بالله ووثق بما ضمنه من الرزق وخاف الحساب وراقب الله، فإنه على خير عظيم. قال الله تعالى: فاذكروا، هذا يعتبر ذاكرا لله بأعماله، يكون بالقول وباللسان وبالأعمال. فاذكروا ليذكروا فاشكروا ولا تكفروا. نعم. فصل. قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما وحكيم بن حزام رضي الله عنه وغيرهما. فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق وبذل النصح، وتفسد بالكذب وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة وأصل الغش. والبيع تارة يكون مباحا كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه، لا يريد بذلك إلا الثمن لنفقة واجبة أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبا كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل لا وكس ولا شطط. ولهذا نهي عن تلقي الركبان الحديث، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق. ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله على أنه نهي عن ذلك من أجل ضرر البائع هنا، لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل ولا درى السعر بالحاضر وتلقيت منه السلعة فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة، فأثبت له الخيار إذا بلغ السوق. وفي الخيار هنا أقوال، منها أنه يثبت له الخيار إذا غبن في البيع، وإليه ذهب أحمد رحمه الله. والثاني أنه يثبت مطلقا، وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم رحمهم الله، وهو أظهر قوليه. وقال طائفة: إنما نهي من أجل ضرر المشتري، لأنه إذا اشتراه بثمن لا يبيعه في السوق إلا بزيادة فيغلو على المحتاج إليه، فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطة،
لئلا يتضاعف الربح فيغلو. وفي الجملة فقد نهى فضلا للمصلحة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الذي هو حلال الجنس حتى يعرف السعر البائع ويتحقق المشتري السلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري ما شاء أين شاء، وقد اشترى برضا البائع. والشارع رعى المصلحة العامة، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر ولا أخبر بثمن المثل كان المشتري قد غره، وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش. فإن أضاف إليها كذبا صريحا مثل أن يقول قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه لأجل حاجتي إلى ذلك ونحو هذا، مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أنه يجب على المسلم في بيعه وشرائه أن يحسن المعاملة، ومن ذلك أن يصدق في بيعه وشرائه، وأن يبين كل من البائعين ما في السلعة من العيب. هذا من الحسن في البيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخير ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يعني بين العيوب، وإن كتما يعني العيوب وكذبا محقت بركة بيعهما. ولهذا قال المؤلف: عامة البيوع تحتاج إلى الصدق وهو محض الحق وبذل النصح، وتفسد بالكذب وكتمان البيع والنقص. والبيع ترى يكون مباح مثل الإنسان يبيع السلعة محتاج إليها، وترى أن يكون واجب مثل عندك طعام وشخص محتاج، لو لم تبع عليه يموت، يجب عليك أن تبيع عليه. ونهي عن تلقي الركبان، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق من أجل ضرر البائع، وقيل من أجل ضرر المشتري. والشارع يراحي المصلحة في هذا وهذا. فإذا كان النبي نهى عن البيع الذي هو حلال الجنس حتى يعرف السعر البائع ويتحقق المشتري السلعة، صاحب القياس الفاسد يقول أنا أشتري ما شئت أين شئت، وأنا أشتري برضاي. يقول لا، هذا كلام فاسد، هذا قياس فاسد، لست حر. يقول أنا حر في بيع وشيء، أشتري ما شئت كيف شئت وأين شئت برضاي. يقول لا، ليس أنت لست حرا، ولكنك مقيد بالشرط بالمصلحة. ولذلك الشارع رعى المصلحة العامة، الجالب إذا لم يعرف السعر ولا يأخذ ثمن مثل يكون المشتري قد غره. فإن أضاف إلى ذلك الكذب الصريح مثل أن يقول قد أعطيته فوق ما يساوي في سوقه، فإنه في هذه الحالة لا يكون ممن لا يبالي به ولا يعتني بمطعمه ومشربه، وإنما يكون قصد تثمير المال والمفاخرة والمكاثرة، وهذا محرم محذور، لأنه ينافي الحسنة في البيع. نعم. ولذلك ألحق مالك وأحمد رحمهما الله كل سليم الصدر في الفهم، لا يساوم ولا يماكس بالجالب، فلا يؤخذ من هؤلاء إلا قيمة المثل، وأن يقنع في معاملتهم بأيسر الربحين، لأنهم جاهلون بالسعر، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا تبع للعلم. وأما إذا لم يعلم المشتري بسعر المبيع ولا الجيد من جنسه فاستسلم للبائع، فإنما رضاه باختياره له، وليس ذلك الرضا المشترط في صحة البيع. وأما إذا علم أنه غبن في المشترى ودلس عليه في جنسها ورضي فهذا لا بأس به، لأنه يجوز للعبد أن يترك بعض حقه وهو يقدر على استيفائه. وإذا أخذ منه ثمن المثل ولم يرضى لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن يعلم العيب والتدليس، فإن الأصل في السلعة الصحة، وأن يكون الظاهر كالباطن، فإذا اشترى على ذلك اعتبر رضاه، فإذا اطلع على عيب أو غبن فهو كالجالب الجاهل بقيمة المثل إن وجد عيبا، وكالمشتري من الجالب جاهل الصفة، فثبت له الخيار حفظا للجانبين. فإن المشتري إذا علم عيبا في المبيع أو غبن في الثمن قد يرضى وقد لا يرضى، فإن لا يرضى فله فسخ البيع. ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،
فإن صدقا وبينا بورك لهما الحديث. وفي السنن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صاحب الشجرة أن يتبرع إن شاء أو يأخذ من ملك الرجل شجرة بدلها فأبى إلا قطعها أو الدخول عليه من أجلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مضار وحاجة الناس إلى الطعام والشراب واللباس وآلات الحرب مما يستعان به على الجهاد وما لا تتم المصالح إلا به أكبر من حاجة هذا الرجل إلى حفظ أرضه فلهذا أمروا بالعدل في البيوع والصدق في المعاملات ليكون ذلك سبب سماح نفس صاحب السلعة ببيعها ورغبة المحتاج إلى شرائها فهذا وجه الحكمة في قوله بورك لهما في بيعهما فلو أن إنسانا غبن في سوق مرة على إثر أخرى حمله ذلك على أن لا يحمل إليه سلعة ولا يعامل فيه مخلوقا فجر ذلك ضررا وأثر فسادا ولهذا يعين ولهذا يتعين نعم ولهذا يتعين على الإمام أنهم إذا كانوا لا يتبايعون الطعام بثمن معروف سعر لهم فيما يحفظ حرمة البائع والمشتري وهو بيع الطعام بثمن المثل وقيمة العدل لا شطط ولا وكس. نعم المؤلف يبين أنه يجب على الإنسان أن يحسن المعاملة يسلك مسلك الإحسان كما أنه يجب عليه أن يحسن في الدين والإيمان والإسلام فعليه أن يحسن في الأعمال ومن ذلك يحسن في البيع والشراء من ذلك أن سليم الصدر في الفهم لا يساوم ولا يماكس مثال سليم الصدر فهمه سليم الصدر في الفهم ما يعرف يعني ما يعرف كثير من الناس هذا لا يساوم ولا يماكس ولا يأخذ منه إلا قيمة المثل لأنه إذا أخذ أكثر من قيمة المثل معه غرة وهذا ينافي الإحسان ومن عامله أن يقنع بأيسر الربح لأنه لا جاهلون بالسعر والبيع يعتبر فيه الرضا وكذلك إذا علم أنه غبن في المشترى ودلس عليه فهذا إذا رضي فلا بأس وإن لم يرضى فله فسق ولهذا ثبت الخيار لمن أثبت الشارع الخيار لمن يعلم العيب والتدريس فإن الأصل في السلعة تكون الصحة وأن يكون الظاهر كالباطن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب البيعان بالخير ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما من ذلك الرجل الذي كانت له شجرة في أرض غيره وكان تضرر قال بعها عليه فأبى قال تبرع بها فأبى قال أنت مضار يعني هذا ينافي الإحسان وحاجة الناس إلى الطعام والشراب واللباس وما يستعان به على الجهاد أكبر من حاجة هذا الرجل إلى حفظ أرضه فإذا كان هذا الرجل الشارع يعني أعانى حتى يحفظ أرضه وقال للرجل إنما أنت مضار فما يحتاجه الناس للطعام والشراب واللباس أهم وأكبر من حاجة هذا ولهذا أمر الناس بالعدل في البيوع والصدق في المعاملات ولهذا يتعين على الإمام أنهم إذا كان الناس لا يتبايعون الطعام بثمن المثل أن يسعر عليهم إذا تواطأ الناس ورفعوا السعر بدون سبب فلا يسعر عليهم أما إذا غلى السعر لقلة السلعة لقلة الوارد هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السعر أنه هو سعر الخافض الباب أو الخافض الرابع إذا غلى السعر من أجل قلة السلعة قلت فارتفع السعر هذا قدر قضاء القدر لكن إذا غلى السعر من أجل تواطأ الباعة كان الذي يرفع السعر هذا ظلم عدوان هذا يتدخل الإمام ويسعر عليه إذا تواطأ الجزارون على بيع السعر أو تواطأ الخياطون أو تواطأ مثلا أي أصحاب سلعة لا تكون لعندهم تواطأوا على رفعها بدون سبب يسعر عليه أما إذا ارتفع السعر من أجل قلة السلعة لأن قلت لا من أجل التواطؤ فهذا لا يسعر عليه. نعم. فصل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وإطعام الطعام للمحتاج فرض على الكفاية باتفاق أئمة المسلمين
وفي البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. وفي المسند: أيما رجل مات في قوم جوعا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، ولو مات فيهم رجلا جوعا لزمت هديته. وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية، وهذا الفرض على من له فضل من ماله، ومتى رأى محتاجا وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته تعين عليه أن يطعمه. وفي الأثر: لو صدق السائل لا أفلح من رده. قال المروذي: قلت لأحمد بن حنبل: إذا علمت أن السائل صادق أيجب علي؟ قال: نعم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم مرة حاجة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدقوا بفضول أموالهم حتى يفضل من كل جنس من منافعهم، حتى ظنوا أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله، ولو قام أحدهم فجمع فضول أموالهم لكان حسن. وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على مواساة من علم احتياجه إليها. نعم، هذا فصل في إطعام الطعام الجائع وإطعام الطعام، وأنه فرض على الكفاية، يجب إطعام المحتاج. فإذا تركت الأمة المحتاج ولم يطعمه حتى مات أثموا كله، وإذا أطعمه بعضهم سقط إثم على الباقي. ولهذا في المسند: أيما رجل مات في قوم جوعا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ولو مات فيهم رجل جوعا بسبب أنه مات جوع ولم يطعموه عليهم فيه، يلزم أهل الحي أو هذا الحي الذي مات بينهم أن يدفعوا ديته لأنهم قتلوا، يجب عليهم أن يطعموا المسلمون كجسد الواحد. وكذلك كسة العراية فرض، يجوز أن يكون في المسلم عاري، فإذا وجد عاري ولا عنده شيء لا يجوز أن يمشي عاري، بل يجب على المسلمين أن يعطوه كسة حتى يوالي عورته، وهذا الواجب على من استطاع من له فضل. أما إذا كان شخص عاري وشخص عاري اللي عنده شيء لا حيلة فيه. ولهذا وكذلك السائل يعطى، ولهذا ذكر في الآخر: لو صدق السائل لا أفلح من رده. قال المروذي: قلت لي أحمد بن حنبل: إذا علمت أن السائل صادق أيجب عليه؟ قال: نعم تعطيه. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والسائل له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تعلم أنه كاذب، فهذا لا تعطيه، ويجب عليك أن يعني توبخه وتنصحه وترفع به إلى ولاة الأمور إذا لم يرتدع. الثاني أن تعلم أنه صادق، هنا يجب عليك تعطيه بعض الشيء كما قال الله، تعطيه ما تيسر. الثالث أن تجهل، ما تدري هو محتاج ولا محتاج، وهذا تعطيه ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله، يعني في شيء زاد عن الحاجة. وإذا كان هناك محتاج ووكلوا إلى شخص يجمع ما فضل من أموالهم ويعطوه، كان حسن. ولي الأمر على ولي الأمر أن يجبر الناس على مواساة عن احتياجه، ولي الأمر يجب عليه أن يجبر أهل الحي على أن يواسوا الفقير ويعطوه ما يسد ضرورته وحاجته. نعم، كل أن هذا من الإحسان، والمؤمنون إخوة. نعم. فصل: المغارسة والمناصبة تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري والقاضي وجوزها فقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقركم ما شئنا، رواه مسلم. ثم إذا كان الغرس من صاحب الأرض فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع. ومالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يصححون شركة الأبدان، والشافعي رحمه الله لا يجوز هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليقسم الثمار المشتركة بين المسلمين وبين أهل خيبر، فإنه كان قد عاملهم بنصف ما تخرج الأرض، فدل على جواز العقد لا وجوبه، كما على أن يعمروها من أموالهم. وكان للمسلمين نصف الثمار والزرع، فكان يبعث ابن رواحة
رضي الله عنه ليعرف حق الشركاء ويعرف مقدار الزكاة الواجبة، فكان إذا خرصها سلمها إلى اليهود. ولقد قالوا له مرة: يا عبد الله، لقد زدت علينا، ورشوه بشيء من حلي نسائهم. فقال: يا معشر يهود، كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ألا أكتم حقا أو أواطئ على باطل. فرد إليهم الحلي فأيسوا منه، ولم يجدوا بدا من دفع الحق إلى المسلمين. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. ولقد مر علي رضي الله عنه بحديقة يهودي، فنظر من ثلمة في الحائط، فبصر باليهودي يستقي ببترة، فقال: يا أخ العرب، هل لك في كل دلو تمرة؟ قال: نعم. فدخل علي رضي الله عنه فأخذ الدلو، قال: فجعلت كلما نزعت دلوا رمالي بتمرة حتى جمعت ملأي كفي، تركت الدلو وذهبت. قال: ما بدا لك؟ قلت: حسبي. فأخذت التمر فأكلته، ثم أتيت المسجد، فما لبثنا أن غزونا خيبر، فأغنمها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل اليهودي، وقسمت أمواله ورباعه في أهل بيعة الرضوان وأصحاب السفينة. ولا خلاف أن عمل فلاح المسلمين أنفع لأرضهم، واشتراكهم فيما يرزقهم الله من ثمر وزرع أصلح في دينهم ودنياهم من أن يفلحها الكفار، ويبقى فلاح المسلمين فقراء محتاجين. وإذا أراد صاحب الأرض أن يغرسها فعامله إنسان على أن يكون له نصف الثمر ويقوم بمصالحها، ونصف الثمر لصاحب الأرض جاز ذلك، ولو قال: اسق هذه الثمرة بعد ظهورها على شيء معلوم من الثمر، وأن يخرصها جاز ذلك. وأصل مذهب أحمد رحمه الله في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة والمساقة وكل ما كان من المعاملات المباحة. وعلى العامل الحرث وآلته وبقره وإصلاح طرق الماء. وبقره يعني الحرث، نعم، حرث بقر الأرض، حرث الأرض، نعم. وعلى العامل الحرث وآلته وبقره وإصلاح طرق الماء وقطع الشوك والشجر اليابس وزبار الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه. وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما عداه فعلى رب الأرض. نعم، هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن المغارسة والمناصبة. المغارسة والمناصبة عن واحد، وهي دفع أرض بيضاء مدة معلومة إلى شخص يغرس فيها ويزرع أرضها، ويكون الربح بينه، يكون الناتج من الثمرة أو من ثمرة الأشجار ومن ثمرة الأرض على حسب ما يتفق على النص، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دفع أرض خيبر والشجرها إلى اليهود يعملون بها على النص، نصف الثمرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصف لليهود. هذا يسمى المغارسة، يسمى مساقات، يسمى مزارعة. المغارسة على الشجر تسمى مغارسة ومساقات، والمزارعة الأرض البيضاء يدفعها إلى العامل يشتغل فيها، يحرسها، يبذرها ويزرعها، هذا منه الأرض وهذا منه العمل، والربح بينهما على ما يتفقان، على النصف أو على الثلث لواحد أحدهم الثلث والآخر الثلثين أو أشبه ذلك. والمغارسة والمزارعة جائزة، يقول المؤلف رحمه الله في ظاهر مذهب أحمد، ولذلك ودليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع غارس أهل خيبر وساقاهم على الشجر وزرعهم على الأرض، وسواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض، وهذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويشتركان فيما يحدث الله من الثمر والزرع. ومالك وأحمد وأبو حنيفة صحيح، شركة الأبدان أن يشتغلان ببدنهما، أن تشتغل ولا أشتغل، كل واحد يشتغل ببدن، هذا حطب يحطب أو يزرع أو مثلا حشيش أو حطب أو ما أشبه ذلك يكسبه، ثم ما تحصل يقسمون بينهم،
وقد اشترك عدد من الصحابة في غزوة بدر، ثم تقاسموا فيما بينهم لما حصل الغنيمة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عبد الله بن رواحة يحصل الثمار المشتركة بين المسلمين بينه وبين أهل خيبر، كان المسلمين نصف الثمار والزرع، فكان يبعث عبد الله بن رواحة ليعرف حق الشركة، ولما رشوه بين لهم أنه لا يأكل الرشوة وأنه لا يغدر، فأيسوا منه. ومن ذلك أن ولهذا يقول المؤلف: لا خلاف أن عمل فلاح المسلمين أنفع لأرضهم واشتراكه فيما رزقهم الله من ثمر وزرع أصلح في دينهم ودنياهم من أفلح الكفار، لكن هذا إذا احتاجوا إلى الكفار فلا بأس أن يفلح الكفار، وأما إذا لم يحتاجوا فإن يفلح المسلمون. فمغارسة والمساقاة أصبح على الصحيح عقد جائز، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وعلى العامل الحرث وعالته وبقر الأرض، العامل عليه مثلا يأتي بالبذر، وأحيانا يكون من رب الأرض، عليه الحرث والآلة يأتي بالبقر مثلا، ويأتي بالعمال يحرثون الأرض ويبذرونها ويصفوا طرق الماء، وعليه إصلاح قطع الشوك والشجر اليابس وتسوية الثمرة والتشويش وإصلاح المواضع، هذه على العامل. وصاحب الأرض عليه دفع الأرض ثم يقسم بينهم الثمرة، هذا كله داخل في الإحسان في العمل. نعم، مولف استطرد في هذا، وإن كان هذه مسائل فقهية، لكن استطرد أنه قال أنه يجب الإحسان في الأعمال كلها، كما يجب الإحسان في الدين يجب الإحسان في الأعمال. نعم. فصل. وأما الجائحة في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرا قد بدا صلاحها فأصابته جائحة كان من ضمان البائع في مذهب مالك رحمه الله والإمام أحمد وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ وأما أبو حنيفة رحمه الله فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده. وأما ضمان البساتين عاما أو أعواما ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة، وكذلك إذا بدا الصلاح في جنس من الثمر إذا أكل منه، وبيع جميع ثمر البستان، فأظهر الأقوال جواز ذلك. وكذلك لو أعطي ماء ليسقي به زرعة ويكون له الربع منه أو أقل أو أكثر جاز، سواء كان الماء من صاحب البذر العامل فيها أو من صاحب الأرض أو من غيرهما، كل هذا جائز، وهذا من جنس المشاركة لا من جنس الإجارة، وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة. والصحيح على مذهب أهل الحديث أن المزارعة جائزة سواء كان البذر من المالك أو من الفلاح أو منهما، وسواء كان على أرض بيضاء أو ذات شجر، وكذلك تصح المساقات على جميع الأشجار، ويورث من كل منهم، وتقسم الشجرة أو الزرع في ورثته قسمة شرعية، فإن هذا كله من فضل الله الذي يبتغى في الأرض، ومن قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، ومن قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ومن قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون. وقد كان إبراهيم بن أدهم وشقيق رحمهما الله بعدما كان فيه من سعة الرزق يقومان على الكروم ويسترزقان الله من العمل في البساتين ويتقوتان من الحصاد، وهو سنة ماضية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم فمن بعدهم. نعم، هذا الفصل بين فيه المؤلف حكم الجوائح، وقال: وأما الجائحة في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور. والجائحة هي أن تأتي آفة مثلا سماوية تصيب الثمر، كان يصيبها مثلا مطر يتلف الزراع أو برد أو جراد،
فلو اشترى ثمرا باع، فلو اشترى ثمرا قد بدا صلاحها، اشتريت ثمر على البستان قد بدا الصلاح فاصبت جائحة، فهل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ فيها خلاف، من العلماء قال من ضمان البائع، هذا مذهب مالك والإمام أحمد في جمع من السلف، واستدلوا بالحديث إن بعث من أخيك ثمرة فأصبت جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك، أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ وأما أبو حنيفة، وأما إذا باعها قبل بدو الصلاح فهي من ضمان البائع على كل حال، لأنه لا يجوز البيع قبل بدو الصلاح، البيع لا يجوز لا يصح، وأبو حنيفة لا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده. وأما ضمان البستان عاما أو عواما فهذا فيه خلاف، الخلاف المشهور يقول الأظهر الجواز، وكذلك لو أعطى ماء ليسقي به زرعة ويكون له الربع أو أقل جاز. والمؤلف رحمه الله يصح يقول المزارعة يصحها على مذهب أهل الحديث، سواء كان البدر من المالك أو من الفلاح أو منهما، بعض العلماء يقول لا بد أن يكون البدر يكون البدر من رب الأرض، والمؤلف يقول يجوز سواء كان البدر من المالك رب الأرض أو من الفلاح أو منهما، وسواء كان على أرض بيضاء أو ذات شجر، وكذلك تصح المساقات على جميع الأشجار. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر وزرع، ساقهم على الشجر وزرعهم على الأرض، ولهذا قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لست له برازقين، قال فامشوا في مناكبها الأرض، الأصل حل، قال أفرأيتم ما تحرثون. قد كان بعض السلف إبراهيم بن أدهم يقومان على الكروم ويسترزقان لها من العمل في البساتين ويتقوتان من الحصائد، لأن هذا الأصل فيه الحل، وهو سنة ماضية من عهد رسول الله وخلفاء الراشدين فمن بعدهم. نعم. واعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل فهو علم، والنافع من ذلك ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث. وكان شيخنا يقول الشريعة المحمدية والآداب النبوية نور الله في أرضه وعدله بين خلقه، ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك الأرض، فبعث إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا، وذلك على ما عرف ونقل واشتهر، وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر، لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك، بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله عز وجل. وقد كان إذا أنزل الله وحيا أو أحدث نسخا فيه تأكيد بحجة أو رخصة تدل على سعة الرحمة، بعث الأمراء النجباء يعلمون من بعد عنه، كما بعث علي رضي الله عنه بسورة براءة مناديا ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وكل من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى 4 أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث إلى أهل خيبر من يقول إما أن تودوا القتيل أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة رضي الله عنه يستنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام،
فاستداروا وهم في صلاتهم، وبعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى أعمال البحرين، وبعث عدي بن حاتم رضي الله عنه على صدقة طيء. نعم، المؤلف رحمه الله يقول: اعلم أن كل ما قام عليه الدليل فهو علم، هذه فائدة. اعلم كل ما قام عليه الدليل فهو علم، العلم ما قام عليه الدليل، أما شيء لم يقم عليه الدليل ما يسمى علم. مثلا الصلاة واجبة، الدليل قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا علم، علم قام عليه الدليل. وهكذا البيع جائز، هذا الدليل البيعان بالخيار ما لم يتفرق. كل ما قام عليه الدليل هو علم، والذي ليس عليه دليل ليس بعلم، لا بد من الدليل. والنافع من, 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 من ذلك ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما قام عليه الدليل هو علم، والنافع منه ما كان دليله من الكتاب ومن السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان شيخنا يقول المحقق لعل هذه الكلمة مقحمة من أحد تلاميذ شيخ الإسلام، يقول: الشريعة المحمدية والأدب النبوي نور الله في أرضه وعدله بين خلقه. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك الأرض يبلغهم شرع الله ودينه، يدعوهم إلى الإسلام. فبعث إلى كسرى ملك الفرس، قيصر ملك الروم، ملك الإسكندرية والمقاقص، جريج بن مينا عظيم القبط، وبعث إلى كيدر روما في الشمال، في حدود الشمال هو الموجود الآن منطقة الجوفة الآن كهيمة وكيدر روما وغيرهم ملوك الأطراف، وكتب إليه كتبا، وبعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه يدعوهم إلى الله ويتصدق برسالته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر. يقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الأنبياء كريم، بعث النبي إلى قومه عامة، وهو النبي بعث إلى الناس كافة، فلهذا أرسل إلى جميع ملوك الأرض، لأنه عليه قصد بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه. وإذا أنزل الله وحيا في تأكيد الحجة رخصة تدل على سعة الرحمة، بعث العملاء والأمراء والنجباء يعلمون من بعد عنه. بعث علي رضي الله عنه في سورة براءة سنة 9 من الهجرة يؤذن في الناس: لا حجة من بعد عن مشرك، ولا يطوفن ببيت عريان، ولا يدخل جنة إلى مسلمة، وما كان بينه وبين النبي عهد فعدته إلى أربعة أشهر، ولا يدخل جنة إلى مسلمة، وما كان بينه وبين النبي عهد فعدته مدته إلى أربعة أشهر. من ذلك بعث معاذ إلى اليمن، بعث إلى أهل خيبر، وبعث كذلك إلى بني قريظة أبا لبابة استأذنوا على حكمه. ولما جاء أهل قباء بلغهم الخبر أن القبلة حولت، أخبرهم صرف القبلة إلى نفس الاستدار وهم في صلاته. وبعث العلاء بن الحضرم إلى أعمال البحرين، وبعث عدي بن حاتم على صدقة طيب. كل هذا من قيامه عليه الصلاة بالعدل وتبليغ شريعة الله، تبليغ الإسلام. نعم. ومن الإحسان في البيوع والتزام العقود الشرعية والورع في المعاملات المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفا بن عقيل البغدادي رحمه الله في كتاب التذكرة في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال رحمه الله: يجتنب منها 25 شيئا كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه. فمنها تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر اللباد، والنجش هو من شرها، والنجش هو من شرها موقعا وأذرعها للحق في القلوب، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه، ونهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة، ونهى عن المحاقلة، وهي مما يقع فيه كثير من الجند الذين يعاملون الفلاحين ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع الكلب، وعن بيع نقع البئر يعني ماءه، وعن بيع وسلف، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الحب حتى يفرك، وعن بيع الثمرة حتى تزهي أن يبدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في سنبلها وربح ما لم يضمن خسارته،
ونهى عن بيعين في بيعة وعن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، ونهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن عسب الفحل، وعن بيع الرطب بالتمر، ورخص في العرايا من أجل الفقراء، وعن بيع الكالئ بالكالئ، وعن بيع المجر نعم، وعن بيع المجر، وعن بيع الكالئ بالكالئ. فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها، وجه الاحتراز منها من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة 53 حديثا، وقد بوب العلماء رحمهم الله على أكثرها، وأحسنوا التنبيه على ذلك، لئلا يكون للآكل حجة إذا أخذ الحرام وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا يعلم أن من العلم جهلا، وهو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله ولا يعرف صحته، فينسب إلى الجهل مع علمه بفنون من العلم. قيل لعفان بن مسلم وقد سئل في حضرة الخليفة مسألة فقال: لا أعلم. فقيل له: أيصرف إليك من بيت المال في كل شهر 1000 درهم وأنت لا تعلم؟ فقال: إنما آخذ على ما أعلم، وإلا فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال قبل أن يفنى ما لا أعلم. فمن العلم جهلا ومن القول عيلا، وهو أن تقبل بحديثك على من لا يسمعه، وتقص به من لا يفهمه. نعم. المؤلف رحمه الله قال: من الإحسان في البيوع وتجمع العقود الشرعية والبرع في المعاملة المباحة، من الإحسان في البيوع، وهذا الآن وجه دخوله في باب الإحسان، الإحسان من الإحسان في البيوع والتزام العقود الشرعية والورع في المعاملة المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي من الحنابلة في كتاب سماه كتاب التذكرة، قال: في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة. البيوع الفاسدة يجتنب الإحسان، من الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة والتزام العقود المشروعة. قال: يجتنب منها 25 شيئا كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وبين تحريم. وهذه البيوع لو أردنا أن نتكلم على كل بيع وأقوال العلماء وأدلتها والخلاف فيها تحتاج إلى سنوات، ولكن المؤلف رحمه الله جاء باستطراد، لأن احنا الآن نتكلم في العقيدة ما نتكلم في الفروع. الفروع هذه لها محلها كتب الفقه، لكن المؤلف يريد يبين الإحسان فيها. من ذلك تلقي الركبان، تلقي الركبان أن يأتي جماعة واردون إلى البلد معهم سلعة، ثم يأخذ الناس من البلد قبل أن يصل إلى السوق ويشترون منهم، هذا منهي عنه لأن هذا فيه ضرر على الناس. فتلقي الركبان، وأن يبيع حاضر اللباد، إذا البيع حاضر اللباد الحاضر من البلد والبادئ اللي ورد، إذا قدم شخص بالسلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها ويمشي، يجي واحد من أهل البلد يقول: لا أعطني السلعة نبيعلك يومين ثلاثة بعد أسبوع، هذا منهي لأنه إذا أبقى عنده يزيد السلعة يغليها على الناس، لكن يتركها من يبيعها الجالب الذي جاء يجلبها يبيعها برخص، يبيعها بيومه يمشي، هذا أرفق بالناس. فإذا جاء شخص قال: أعطنيها حط عندي في الدكان أبيعلك على مهل بعد أسبوع شهر ثلاثة، يغليها على الناس، هذا منهي، هذا بيع الحاضر للبادي. بيع النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، كذلك أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن إليه في السلعة. أما إذا كان في المزيد العلني من يزيد هذا ما في شيء، لكن إذا ركن إليه فلا يسوم على سومه. ونهى عن بيع الملامسة، أي ثوب لمسته فهو بكذا، وعن بيع المنابلة، أي ثوب طرحته إليه فهو بكذا، وعن بيع المحاقلة، بيع الحب وهو في سنبلة بحب موجود عنده، هذا في غرض، ويقول هما يقع فيه كثير من الجن. ونهى عن بيع المزابنة، وبيع التمر في رؤوس النخل بتمر يابس، لأن هذا رطب هذا يابس فلا يعلم. وعن بيع الحصاة، يرمي حصاة أي ثوب سقطت عليه فهو بكذا، أو يرمي الحصاة يقول ما وصلت إليه الحصاة من الأرض فهو عليك بكذا، لما فيه من الغرض. بيع الكلب لأنه خبيث ولا يباع. بيع نقع البئر وماءه، بيع البئر ما يباع لأنه مشترك للناس كلهم.
وعن بيع سلف وعن بيع عن بيع وسلف، يعني يجمع بين شيئين، يبيع بيع بيع وسلف، يعني سلم وبيع، وعن بيع ما لم يقبض، لأن النبي نهى عن بيع الشيء الذي لا يقبضه لأنه ما استقر الثمن، وعن بيع ما ليس عندك، لأن النبي نهى عن بيع السلع حتى يقبضها حتى يشتريها الإنسان، نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، قال لا تبع ما ليس عندك، وعن بيع الحب حتى يفرك، بيع الحب في سنبله، وعن بيع الثمرة حتى تزهى، يعني حتى يبدو صلاحها وهو أن تحمر وتصفر، وعن بيع الحنطة في سنبلها، وعن ربح مال مضمن، وبيعتين في بيعة، في خلاف في معناها، يعني لا أبيعك هذه السيارة حتى تبيعني هذه الأرض مثلا، هذا من صورها، وقيل غيرها لها صور، وكذا وعن بيع المضامين والملاقيح، وعن بيع وشرط، وعن بيع الغرض، كل ما فيه غرض، وبيع حبل الحبلة، ونبيع ما في بطن الدابة، أو يبيع البيع ويكون مؤجل حتى تضع الدابة ما في بطنها أو تضع التي في بطنها، كل هذا فيه غرض. وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن بيع حسب الفحل، يعني ضرب الفحل، وعن بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب رطب والتمر يابس، ورخص في بيع العرايا من أجل الفقراء، وكذلك بيع الكالي بالكالي وبيع الدين بالدين. يقول مالك رحمه هذه البيوع كثيرة عرف تفصيلها ووجه الاحتراز منها من الأحاديث الكثيرة التي نهت عن البيوع الفاسدة، والعلماء بوبوا على كثير منها لأجل أن لا يكون الإنسان لأجل أن لا يقع الإنسان في الحرام، ولا يكون له حجة إذا أخذ الحرام وسمه بغير اسمه، ورغب واحتج لغلبة هواه في تثمير المال في تثمير المال، وبقوله تعالى وأحل الله البيع، يقول حل الله البيع، لكن هناك بيع منهي عنه، ولا يعلم أن من العلم جهلا، وهو أن يتكلف العالم الكلام في شيء لا يعلمه تأويله، فينسب إلى الجهل مع علمه بفنونه من العلم. قيل لعفان بن مسلم وقد سئل في حضرة الخليفة مثلا فقال لا أعلم، فقيل له أيصرف إليك من بيت المال في كل شهر 1000 درهم وأنت لا تعلم؟ كيف كنت ما أعلم وتعطى راتب 1000 درهم؟ فقال إنما أخذ على ما أعلم، الراتب اللي أخذه على اللي أعلم، أما الذي لا أعلمه ما أخذ على شيء، لو كنت أخذ على الذي لا أعلمه لفني بيت المال قبل أن يفنى ما لا أعلم، لو كنت أخذ على الشيء الذي لا أعلم كان ينتهي بيت المال، فتعطونا بيت المال كامل، لأن الذي لا أعلمه كثير، الذي لا أعلمه كثير والذي أعلمه قليل، فأنا أخذ المال على اللي أعلم، أما الذي لا أعلمه كثير، لو أردتم تحاسبون على الذي لا أعلم ولا أعطى إلا على ما أعلم كان ينتهي بيت المال من كثرة الجهل الذي أجهله، هذا من ورعه، ولهذا قال فمن العلم جهلا ومن القول عيلا، القول عيلا هو فسر بأن تقبل بحديثك على من لا يسمعه وتخص به من لا يفهمه. نعم. ومن البيوع فاسد لا يحل ربحه ولا يصح العقد فيه. وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بين الحالي من العاطل وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه. فقد قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية، قال ليس هو أنه لم يكن لهم معايش وأسباب وتجارة وأعمال، بل كانت عامة أقواتهم من التجارة والصناعة، وكان فيهم أعني الأنصار من يعيش من عمل النخيل والتصدي للزراع ونحوه. وقد جاء في الصحيح ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو سبع أو حيوان إلا كان له صدقة، ولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب ومعائش شتى مع كثرة اشتغالهم للغزو الذي هو من أشد الأعمال على النفوس، وكان تورعهم واجتهادهم وفقههم الذي يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ونحو ذلك، وكانوا يرجعون في ذلك كله إلى الكتاب والسنة، ويستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ويسأل بعضهم بعضا عن سنته بعد وفاته، حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع حجة كل أفاك أثيم، وعرف من شعارهم ما لو تمسكنا به
لم نعدل عن النهج القويم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. باع عثمان بن عفان رضي الله عنه طعاما فجاء فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يبيع الطعام أجرة الكيل على البائع، أجرة الكيل على البائع، على البائع أم على المشتري؟ فأفتاه أنها على البائع. وجاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية من الذهب أو قال من الفضة. رواه أبو داود. وقد خرج البخاري رحمه الله في باب من لم يبال من أين يكسب المال عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حرام أم من حلال. وفي باب التجارة في البز وغيره قال قتادة رحمه الله كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدونه إلى الله. وفيه عن عمرو بن دينار رحمه الله عن أبي المنهار قال كنت أتجر في الصرف، قال فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنهما فقال كنت أنا والبراء بن عازب تاجرين في الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه في الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان إلى أجل لا يصلح. نعم، المؤلف رحمه الله يضيف هذا أنه يجب الإحسان في المعاملات، وأنه يجب على التجار معرفة البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة، وأنه لا يعذرهم في التساهل في ذلك، لأن من البيوع بيوع فاسدة لا يحل ربحه ولا يصح العقد فيه، فلا بد أن يكون البيع والشراء على علم بذلك. والعلماء صنفوا في هذا مؤلفات كتب الفقه وكتب الحديث في البيوع وما يحل منها وما يحرم، بيان الحق من الباطل. قال قتادة رحمه الله على قول الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال ليس معنى ذلك أنه لم يكن لهم معايش، بل كانت عامة أقوات من التجارة والصناعة، لكنهم يعرفون الحلال من الحرام. وكان في الأنصار من يعيش من عمل النخيل، وجاء في الصحيح ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو سبع أو حيوان إلا كان له صدقة. هذا فضل عظيم، هذا يبين الإنسان وينبغي الإنسان يكون يغرس ويزرع، ولكن لابد أن يكون على علم بأحكام الزرع والغراس، مصحب لهم معايش وأسباب مع كونهم مشتغلين بالغزو، كانوا منهم من يبيع ويشتري، منهم من يشتغل بالأنصار كانوا يشتغلون بالحراثة، وكانوا يتورعون ويجتهدون ويتفقهون ويتدارسون بينهم معرفة الحلال من الحرام، المآكل والمشارب والملابس والمناكح، يرجعون الكتاب والسنة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ويسأل بعضهم بعضا عن سنة بعد وفاته، حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما دلت عليه النصوص. لذلك أن عثمان رضي الله عنه باع طعاما فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجرة الكيل على البائع أم على المشتري، فأفتاه على البائع. وكذلك الرجل الذي جاء إلى يوم خيبر قال أنه ربح شيئا كثيرا في حديث البخاري، في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حرام أو من حلال. ولعل في هذا الزمن الآن لما كثرت الأموال في أيدي الناس صاروا لا يتورعون، لما كانت الأموال قليلة صاروا يتورعون، صار بعض الناس والعياذ بالله تجده يريد أن يتكثر بما ليس عنده، فتجد شاب صغير يريد يفتح مؤسسات وشركات بالدين ويخاطب ويفتح المساهمين، ثم بعدها يشتري كذا ويشتري آلات فراسة وتراكترات وكذا وسيارات وما عنده شيء، يأمن حتى يصبح مثل فلان مثل فلان، ثم بعد ذلك يحصل عليه خسارة عظيمة، يبدأ بعد ذلك يصير مع الصفوف يشحد في المساجد ويدخل السجن كله بسبب المغامرات، وقد يتعامل بالربا ولا يبالي. كثير من الناس الآن يتعاملوا بالربا ولا يبالون،
فالحلال عند كثير من الناس ما حل بيده، والحرام ما عجز عنه ولم يستطع الوصول إليه. هذا مع الحديث يأتي على الناس زمان لا يبال المرء من أن أخذ المرء من الحلال أو حرام. الصحابة كانوا يتجرون ويبيعون ويشترون، لكن كما قال لا تجد تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كذلك قصة زيد بن أرقم لما قال كنت أنا والبراء تاجرين في الصرف، فسئل عن الصرف، سأل النبي صلى الله عليه الصرف، فقال ما كان يد بيد فلا بأس به، دراهم بدراهم، دراهم ذهب فضة فضة كذا أوراق نقدية عملة بعملة، ما كان يد بيد فلا بأس، خذ وأعطي ولو كان في زيادة، وإن كان إلى أجل لا يصلح تأجيل. نعم. وروى الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وعن عقبة بن الحارث رحمه الله أن امرأة دخلت عليه فأخبرته أنها أرضعت امرأته الحديث، وفيه فكيف وقد قيل، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل ربا، والمسترسل الذي لا يماكس بل يقول خذ أعطني، فيرجع في بيعه إلى قيمة المهل أو يكسب عليه القدر المتعارف من غير شطط ولا جور. وكيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا من نعمة ينالها العبد إلا على ظهرها، وقد قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإنما يذم منها حرام من غير وجهه أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر، وما يقتنى قصد المباهاة والمماراة، فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب. وقد جاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله ما ربح أحد من أهل هذا الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وقال إني اشتريت شاتين بدينار، فبعت إحداهما بدينار وهذه شاة ودينار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربح الله بيعك. رواه البخاري رحمه الله. وفيه وكان عروة البارقي رضي الله عنه لو اتجر في التراب لربح. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا. وقد روى أهل العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وأيام الناس أن الزبير رضي الله عنه مات وعليه 80,000 دينار فقضيت من تركته، ثم كان الثمن من تركته بعد ذلك 60,000 دينار، وكان مما ترك من كراع وسلاح وأثاث 1,000 فرس. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو ممن شهد بدرا وفتح خيبر، فقال يا رسول الله إنك زوجتني فلانة ولم أسم لها مهرا، وإني قد جعلت لها من ذلك سهم الذي بخيبر، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته 100,000. خرجته العلماء في كتب الأحكام. واتسع الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، وفشى المال حتى تحدث أن نخلة بيعت 1,000، واشترى علي رضي الله عنه فرسا 100 ناقة. وقد قال حاتم الأصم رحمه الله من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق. وقد قال حاتم الأصم من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق، ومن عمل بغير علم وقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم ير العمل به من شرطه فسق، ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص. فما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين أخذناه باليدين وعضضنا عليه بالناجدين وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين. وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة والطرق المأمونة
والسبيل المضمونة المقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه ولم نجسر عليه وليناه من تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المؤلف رحمه يبين في هذا أن على الإنسان أن يتورع عن المتشابه والحرام، وإذا تورع عن المتشابه والحرام فإنه لا حرج عليه ولا لوم عليه أن يتملك المال ولو كان المال كثيرا. إذا تورع عن المتشابه والحرام وكان بيعه موافقا للشرع وأدى الزكاة والحقوق الواجبة فلا لوم عليه في اقتناء المال. وفي هذا في رد على الاشتراكيين وغيرهم الذين يقول لا يجوز الإنسان أن يتملك، وأنه ليس للإنسان فضل في ماله. ومن ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه كان رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز لأحد أن يبقي عنده شيئا فاضلا عن حاجته، ولذلك هو أنكر على بعض الصحابة، وهذا رأيه له خاص رضي الله عنه خافية فيه النصوص. ولهذا رأى عثمان رضي الله عنه يعتزل في الربدة لأنه يرى ويستدل بالأحاديث التي يستدل بها يبشر الكانزين برضخ يحمى يدخل من نضي أحدهم فيخرج من كتفه من نضي كتفه إلى ثديه، ويستدل بالآية والذي يكنزون الذهب والفضة ولا يفقهون السبيل ولا يبشرهم بعذاب أليم. بين لهم الصحابة أن هذا الكارز هو الذي لا يؤدي الزكاة، وما أدي الزكاة وحقوقه فليس بكارز. ومن ذلك قول النبي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك ما اشتبه عليه من إثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه أو شك عن واقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحماء يوشك أن يقع فيه. فالإنسان الذي حول المتشابه ويفعل المتشابه يمكن أن يصل إلى الحرام، وأما الذي يتورع عن المتشابه فإنه يكون بينه وبين الحرام حاجز. ومن الورع قصة عقبة بن الحارث لما تزوج امرأة، جاء في ليلة الزواج جاءت امرأة سوداء وقالت للرجل قد أرضعتك وامرأتك، فقال ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال وصلنا هذه المرأة قالت كذا وكذا، فقال النبي كيف وقد قيل؟ قال رسول ما أخبرتني، قال كيف وقد قيل؟ يعني تورع ففارقها عقبة. هذا من الورع. وكذلك أيضا لا يجوز غبن مسترسل الذي لا يماكس ولا يعرف السلعة ولا يعرف القيمة، ما يجوز أن يغبنه، ما يستغل ضعفه، يعطيه مما يعطي الناس، يربح عليه مما يربح الناس، وإذا أخذ عليه الزيادة فهو محرم عليه. وكان المؤلف يشير الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعلم متعلما. يقول كيف يصح أن الدنيا ملعونة؟ كان العلم المؤلف يشير إلى ضعف الحديث، فالحديث ملعونة يعني ملعونة، ملعونة 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 الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما، يعني إلا ما أريد به وجه الله. قد يقال في هذا أن ما ذكره المؤلف داخل في قوله إلا ذكر الله وما ولاه، ما أريد به كسب المال الحلال لكف الإنسان به وجهه عن الناس ولينفق النفقات الواجبة ينفق في المشاريع الخيرية داخله في ذكر الله. يقول المؤلف كيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا من نعمة ينالها العبد إلا على ظهرها، فقد قال الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإنما يذم من الدنيا. يقول المؤلف من حرام من غير وجهه، إذا أخذ الإنسان المال حرام من غير وجه هذا المذموم، أو جمع حلالا على سبيل التكاثر والتفاخر، أو جمع المال لأجل قصد المباهات والمماراة، هذا هو الذي محرم. يعني المحرم إما ليكسب الحرام أو يكسب الحلال على سبيل التكاثر والتفاخر، أو يكسب الحلال ويقصد به المباهات والمضارعة، فهذا هو المحرم. ومن ذلك أن هذا الرجل الذي جاء يوم خيبر قال لي ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربح، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربح 300 أوقية في يوم واحد، ما قرر على ذلك. ومن ذلك حديث عروة البارقي أعطاه النبي دينار وقال اشتري به شاتين، فاشترى به شاتين، اشترى به دينار شاتين وباع شاتا بدينار وآتى بالدرهم والشات، قال هذه الشات هذا الشات وهذا الدرهم، فدعا له النبي بالربح فقال أربح الله بيعه، فاستجاب الله دعاء نبيه فكان لو تجر في التراب لربح فيه. ومن ذلك أن الصديق هو أفضل الخلق أفضل الناس بعد الأنبياء كان فاجرا وكان عنده مال، ولكنه
يؤدي الواجبات وينفقه في المشاريع الخيرية. ومرة أنفق جميع ماله لما تسابقوا عمر، وعمر أنفق نصف ماله، من ذلك الزبير وهو من المشهود لهم بالجنة، ماتوا عليه 80,000 دينار فقضت من تركته، ولكن كان له عقارات وبيعت العقارات وكان له 4 زوجات وكان كل زوجة عتاها 60,000 دينار من التركة، وكان عليه في الدين لما مات عليه دين 80,000 دينار. وكان السبب في هذه الديون أنه إذا أعطاه حمسان وديعة قال لا خلها قرض أخشى أن يضيع، تجمعت عليه الديون. معروف القصة في الصحيحين أنه أوصى ابنه عبد الله أن يقضي الديون، وبيعت هذه العقارات وصار ابن عبد الله ينادي في الموسم في الحج 4 سنوات حتى قضي الديون، ثم قصد تركة وكان له 4 زوجات كل زوجة جاء 60,000 دينار، أو هنا يقول كان الثمن تركته بعد ذلك 60,000، يعني 60,000 بين 4 نسوة. وكان مما ترك من كراع وسلاح وأثاث 1,000 فرس. كذلك أيضا قصة الرجل الذي قال للنبي إنك زوجتني فلانة ولم أسمي لها مهرا، قال وجعلت لها سهم الذي بخيبر فبعثه 100,000، هذا دليل على جواز اقتناء المال. واتسع الإسلام في زمن عمر وفشى حتى تحدث أن نخلة بيعت 1,000 واشترى علي فرسا 100 ناقة، لا حرج يعني، هذا بيع وشراء إذا سلم الإنسان من البيوع المحرمة ومن التعامل بالربا ومن أكل المال بالباطل ومن الغش والخداع وكسب المال ولا سلم من التكاثر والمفاخرة والمباهات وأنفق في سبل الخيرات فلا عليه. ولهذا قال حاتم من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق، يعني ما يكفي كل إنسان يكون حسن المقال، لابد من العمل ولابد من الفقه في الدين، ومن عمل بغير علم وقع في البدع. نعم، البدع اللي وقع فيها الجهال، إذا كان ما عنده علم يقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر علم ولم يرى العمل به من شرطه فسق، يعني يتعلم ولكن ما يعمل بالعلم ولا ينشر العلم، هذا فاسق. هذا مثل اليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به. المؤلف رحمه الله نقول نحن الآن نعمل بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الصحابة والتابعين، كله نأخذه باليدين ونعض عليه بالناجرين، أن الناجر هو السن الذي يكون بعد الثنايا، وهذا يعني يقال للشيء الذي تمسك به عض عليه بالنواجر، عض عليه بالنواجر. يقول ما جاء عن الكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين نتمسك به ونعض عليه بالنواجر ونعتصم بالله، وما لم نجده في النصوص فإننا ننفر منه ولا نجسر عليه، ومن جعل به نوليه ما تولى. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا المؤلف رحمه الله استطرد لبيان الإحسان في المعاملات، يقول إن الإحسان يكون في الدين ويكون في المعاملات في البيع والشراء وفي كل شيء. وعلى أن نكون انتهينا من شرح لجبريل، وغدا إن شاء الله نأخذ التتمة في مسائل الإيمان. التتمة موجودة في رسالة في النسخة الثانية المحققة غير هذه، تأتون بها إن شاء الله غدا تتم في مسائل الإيمان. وفق الله جميعا.